أبو ماهر المهندس حاتم عراف رئيس مجلس معليا يعطيك العافية. اليوم وزعتوا 50,000 كمامة على معليا. الأحد القادم متوقع إنهاء الإغلاق الكبير. ما هي تجهيزاتك، تجهيزات المجلس؟ ماذا بخصوص المدارس؟ هل ستم فتح المدارس إذا وصت طبعا الحكومة؟ هل يوجد لكم تعليمات جديدة بهذا الخصوص؟ احنا اليوم نستنى طبعا التعليمات اللي راح تكون اليوم تطلع. الاغلب اليوم يطلعوا تعليمات انه من صفوف الصفر لستة ينفتحوا. احنا بهذا المجال طبعا جاهزين، واذا منفتح الصفوف الاعلى كمان جاهزين، بما انه احنا اليوم الحضانة عندنا مفتوحة بتعطي كل الناس اللي عندهم اولاد صغيرة ما يسمى الفريق اللي هو حيوني او مهم جدا، عم نعطيهم. احنا من يوم اثنين فتحنا الحضانه، وطبعا اذا بناخذ يوم الاحد نفتح احنا بنكون جاهزين لاستكمال المرحله. الروضات عندنا جاهزين، والبستان طبعا جاهز، المعلمات بنظف متواجدات هناك وعم بنظفوا كل يوم. اي تعليمات احنا راح نقدر نوقف فيها. بتامل جدا انه كمان الصفوف من اول لرابع ينفتحوا بالمرحله القادمه، واحنا بهاي الناحيه جاهزين، لانه لحد 15/9 احنا اشتغلنا والمدرسه جاهزه والمعلمين جاهزين. احنا بس نستنى تعليمات، واحنا مستعدين لاي طارئ ممكن يكون. دائما بعض التوصيات وبوزع دائما تعليمات انه المصالح مهم جدا تحافظ على وتيره، تكون واقفه بالامور اللي مفروض منها. عدد الناس اللي فوتوا على المصلحه يكون حسب عدد الامطار، التزموا الكمامات، النظافه. بتامل انه احنا نضل مستمرين بهي الوتيره. طبعا احنا بالفتره الاخيره شهدنا، يعني بالكم يوم الاخير شهدنا هبوط في نسبه المصابين بالكورونا. معليا تحولت من خط برتقالي او احمر الى خط اخضر والحمد لله. سؤالي في حاله العوده للمدارس، هل هنالك تنسيق مع الاهالي؟ يعني هل الاهالي، يعني بعرفش اذا هالمره راح تكون معارضه مش معارضه للإشي، شو راح يكون التوجه تبعكم؟ المجلس ما يعني التعاون مع الاهالي هو تعاون حتى نحافظ على المدارس تضل نظيفه، بس احنا التعليمات ناخذها ما بناخذها الا بس من وزاره المعارف ومن الجبهه الداخليه، وشو هن بوصوا احنا مستعدين. يعني التعاون مع الاهالي وبشكل دائم، ما ممكن نكسر احنا الاهالي، ان التعاون هو تعاون لمصلحه الاولاد. بس انت بتحث الاهالي يعني طبعا انه يرجع بالتمشي طبعاً. حسب طبعا لانه الوضع صار جدا صعب زهر. يعني الابو اللي بده يشتغل او الام بدها تشتغل، مش هواين يكون عنده ولد بصف اول او رابع او اقل من هيك ويطلع على الشغل وابنه مش بالمدرسه. يعني حتى لو الست والسيد بتديروا بال عليهم، بس صعب. يعني الشغله انت بتعرفها، مش هواين واحد يكون عنده ولد 24 ساعة، وانت زي كل اهل. بتأمل انه الاهالي يتعاونوا ويحافظوا على التعليمات، يعبوا الاشياء المطلوبة، انه كل يوم الصبح يكتب تعهد انه ابني ينقص له حرارة، ما يكون يلتزم كل التعليمات، والا نعشق الظلم. انه المجلس لحاله ما بكفي، الاهالي هن الاساس، الاهالي والاولاد هن الاساس حتى نحافظ على بلدنا. من جهة معدات، من جهة انا عارف مواد للتنظيف، بس الاهل بالاخر هن اللي بقرر شو بده يصير. كلمه اخيره بالنسبه يعني بتوجهها لاهل معليا بعد ظل الاسبوعين الاخيرين، يعني طبعا يعني انا هل تمشوا وما تمشوش؟ كثير مبسوط وكثير بشكرهم انه تعهدوا التزموا بالتعليمات، وعشان هيك نزل عدد المصابين عندنا. بتامل الاستمراريه بهاي المحافظه، وان شاء الله كل المصابين عندنا قلال جدا يخرجوا بخير وسلامه، وما يكون لنا مصابين جديد. يعني لازم نفهم كمان انه الاشي ما خلصش، حتى لو نزل صرنا خط اخضر قبل شوي بكلمة هذا اشي، ان الاشي مش معروف متى بخلص. متوقع أكيد. جدا نص سنه سنه، بتامل انه اقل، بس ان شاء الله يكون قديش اقل. شكرا لك، وان شاء الله بالسلامه للجميع. ان شاء الله بالسلامه للجميع. شكرا.